مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هيكون عندنا حاجات كتيرة جدا عن الكرة العالمية. أولها إن شاء الله هنتكلم على مباراة كبيرة جدا جدا، نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة اللي كانت امبارح ما بين عملاقي الكرة الإنجليزية تشيلسي وليفربول. قد ايه المباراة ديت كان فيها كل أشكال المتعة، كل أشكال الإثارة، كل أشكال جمال كرة القدم على مستوى اللاعبين، على مستوى الجماهير، على مستوى أداء الاثنين مدربين، بنتكلم على يورجن كلوب وبنتكلم على توخيل. مباراة كانت أكتر من رائعة وهنتابعها بالتفصيل النهاردة في حلقتنا. كمان في حلقتنا النهاردة هنتكلم على سباق ولا صراع في البريمير ليج. بعد طبعا فوز تاني المان سيتي امبارح على ايفرتون 1-0 اصبح الفارق 6 نقاط ما بينه وما بين ليفربول، ولكن يبقى اكيد مباراه مؤجله لليفربول. كمان على مستوى الدوري الاسباني، الدوري الاسباني بصراحه يمكن ناس كتير بعد خروج ميسي، بعد خروج رونالدو، بعد يعني ازمات برشلونه، اعتقد ان بشكل كبير جدا ان برشلونه عنده مشاكل كبيره جدا جدا ويحتاج الى بعض السنين مش بعض الأشهر للعودة تاني إلى ما كان عليه برشلونة. لكن هنناقش النهاردة في المحترف إزاي كمان تشافي كان طوق النجاة لبرشلونة وعودة برشلونة بشكل أكتر من رائع على مستوى الأوروبي، وفوزه الكبير وصعوده لدور الثمانية في الأوروبا ليج، وفوزه على نابولي في إيطاليا 4-2. كمان على مستوى الليجا الأسبانية بيخطو خطوات ثابتة جداً تشافي مع برشلونة، وشكل جديد لبرشلونة بتقول نوع من التفاؤل، نوع من الأمل في عودة برشلونة سريعا لما كان عليه. كمان النهاردة هيكون عندنا الدوري الألماني، وما أدراك ما الدوري الألماني، والعملاق البافاري بايرن ميونخ وصراعه مع دورتموند للفوز بطبعا البطولة المفضلة أكيد للبايرن، لكن كمان في صراع واضح من دورتموند على اللحاق بالبايرن. كل ده إن شاء الله هنا معانا في المحترف.